saw you there by the counter, looking flash. Thought I'd walk up to you. I was out with my buddies, talking trash with nothing to do. صباح الخير يا فادي. عم رتب لتشيس. اوه واو، صرت تعرف تلعب تشيس يا بطل؟ لا عم رتب بس عم رتبه. فادي صار يعرف يصفن للتشيس مزبوط، صار يعرف كل بيون وين بيوقف. مارفل كل ما فادي يركب وحده مارفل بشيله اياهم. هيك بشيله اياها، كل ما يركب وحده بشيلها. هيدا شو يا بابي بايدك؟ سي كوا؟ شوفال؟ شوفال حصان يعني. برافو بابا. صباح الخير سوبرز. سوبرز اليوم قررين نعمل شيء كتير مهضوم وكتير بيضحي. بس قبل بدنا نقلكم، اذا كنتوا جديد على القناة او اول مرة بتشوفونا، اشتركوا بالقناة، سبسكرايب بالقناة وفعلوا الجرس. ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو. طيب سوبرز، اللي صاير معنا صراحة هو انه سيامند وشاهد مشيوا من عندنا. نقلوا عبيد لحدنا، مش بعيدة، مش بعيدة 10 دقايق حدنا يعني، بس انه بطلوا عنا بقلب المنزل، بطلوا موجودين ببيت سوبر فاميلي. ونصور سوا. ايه عادي عادي، كل يوم كل يوم. بس الفكرة هي انه بطلوا موجودين وميرا بطلت موجودة عندنا بالبيت، وهيدا الشيء أثر بطريقة سلبية على مارفل. مارفل يا حرام، ما مش مركز بقى على شيء، بيمشي بالبيت هيك ميرا ميرا ميرا. هلا هو حقيقة كثير عم يسأل عنا، وإنه تعودوا على بعض وهن قعدوا فترة. اللي رح يصير اليوم، قررين أنا وكيكي إنه صراحة خلص لازم نروح أول شيء على بيت سيامند وشاهد، بدنا نبارك لهم على البيت الجديد ورح ناخذكم معنا. والأهم من هيك كمان إنه خلص يعني صار لازم نحكي وبدنا نشوف شو بدنا نعمل مع هالبنت. أنا ابني ما بيصير يعني. ليكو 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 ليك، هلا رايح جايب عصير تيروق. شو يا مارفل؟ مارفل مارفل مارفل، وين ميرا؟ ميرا قال لي باي. ميرا قال لي باي، يعني ميرا راحت باي. الله كمل الشيء. كمل لا تنسى يا بابا، كمل لا تنسى. سوبرز عن جد رح نطلع لعندهم هلا على البيت ونفوت بالموضوع معهم بشكل جدي. كيف جدية بدنا نقول؟ انه نحن يا جماعه ما بصير هيك. جانو جيتوا علقتوا الصبي، علقت البنت الصبي ومشيت، ما بصير هيدا الشيء. بدنا يرجعوا يتقابلوا، بدنا يرجعوا يتقابلوا. اليوم خلص بدنا ناخذ ميرا ونعمل لهم موعد ونجيبهم لعنا لهون على الجنينه ويقعدوا تيتا تيت، يعني يقعدوا مع بعضهم بيتعشوا، بنعمل لهم قعده غير شكل. اوكي تعال نروح نحكي مع هالاهل ونشوف شو شروطهم. يلا. طيب سوبرز، نحن هلا واقفين قدام بيت سيامند وشاهد الجديد. يلا فادي تعالي. هاي. هلو. مرحبا. صباح الخير. هلو. سوبرز خليني اقول لكم، نحن هلا دخلنا. واو ما شاء الله ما شاء الله. اوكي نحن دخلنا حاليا هلا على الفيلا اللي عايشين فيها سيامند وشاهد هون بمصر. صراحه شيء كثير حلو. واو جميله هاللعبه، بدنا نلعبها هلا انا وانت مع بعضنا. طيب بصير عليها تحديات. ايه سوبرز، ما راح افضح لكم الفيلا انا، لانه سيامند وشاهد صوروا جوله بالفيلا الجديده ونزلت عندهم على القناه. فاذا بدكم تشوفوا الفيلا بكامل تفاصيلها والزوايا والغرف لك هالمطبخ لك هالملعب، اذا بدكم تشوفوا كل التفاصيل سوبرز راح احط لكم رابط بصندوق الوصف، ادخلوا شوفوا سيامند وشاهد وين عايشين هلا بمصر، شوفوا الفيلا تبعيتهم، وما تنسوا اشتركوا عندهم بالقناه وفعلوا جرس القناه، لانه هيدي البنت الاموره الكيوت كثير 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 بيلبق لها. طيب يا جماعه، نحن اول شيء من بعد المبروك وهيك، بس تعي يا كيكي تعي ساعديني بالحديث. اللي صاير انه نحن من بعد ما انتم مشيتوا من عندنا من البيت، حسينا انه مارفل منه كثير مرتاح. تعبت نفسي. تعبت نفسي. ما جايين نشوف، اول شيء جايين نطمن على ميرا كيفها، هل هي كمان عم ضايقه؟ انا مش عم تشيل عيونها عنه، يعني انا متابع ميرا ما عم تشيل عيونها عنه. وثاني شيء جايين كمان نحكيكم بموضوع في موضوع بس انا قاعد يعني بده قعده الموضوع. اوكي تفضلوا اول شيء. يلا تفضلوا. يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيبي. ميرسي ميرسي. يعني بعرف انتم يعني بيت محب ومضياف ويعني اكيد رح تتفهموا اللي جايين نحكي فيه. صراحه شهد ورا الكاميرا، شهد ورا الكاميرا عم تبكي. وين وين؟ ارجعي ارجعي، ما تصوري لهم البيت، ما تصوري لهم البيت. ايه ايه ايه. طيب بدخل بالموضوع حبيبي، بدخل بالموضوع دغري. صراحه ابننا يعني ابننا
يعني شكله يعني مستلطف مستلطف بينكم شو رايك بالكلمة؟ كثير مستلطفة عميقة كثير مستلطفة ونحن حاسين كمان انه ميرا يعني كمان مستلطفته وليك كيف بتزقف اول ما وصلنا على البيت اول ما تجيب سيرته بتزقف ماما شو الحركة انا شايف انه نعطي هالولاد فرصة يتقربوا من بعض يتعرفوا اكثر على بعض اوكي انا بتشرف فيكم اول شيء يا حبيبي على راسي اول شيء عندي كم سؤال لازم اسألك يا ماما استفسر عنه طبعا هيدا حقك كأب انجازات ابنك ابني بياخد ببروني على الواقف بدقيقه ببروني 330 ملي وهو واقف بيد وحده بيد وحده بتخلص دقيقه واو شيء بعدين كثير سريع بالتكسير كمان واو بعدين خليني اخبرك شيء كثير كثير مهم انه ابني سنت الجاي حضانه واو لا 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 هيك كثير لا خلص بس سوني بعرف بغلب عليك موافقين نحن طيب موافقين احنا محضرين عندنا بالبيت بجنينتنا بتشرفونا ما في مشكلة عاملين لهم قعدة كثير حلوة رومانسية انت بتفصل على البس محضرين لهم عشا محضرين لهم عشا المانيو انا على شمع ورد كل شيء جاهز نحن رح نروح على البيت رح نلبس الصبي نجهز لبسينا هالبنت شيء حلو ولقوا لنا على البيت تنعمل سهرة حلوة للولاد خلص ميرسي نحن تشرفنا فيكم يا جماعة شرفنا سعيد نتمنى ان العلاقة تتطور وهذا ميرا حبيبي مبسوطة ميرا ميرا أهم شيء بنتي موافقة تكون موافقة كلنا عندنا أهم شيء تكون موافقة أول ما دخلوا على البيت طيب سوبرز نحن رجعنا وهلا الوقت انه نجهز مارفل للموعد كيكي جوا عم تختار له تشيب يا حي وصلت ورايا كيكي بدله ايه بدله شو ظاهر مع بنات العالم هيك بده يدها اللبس بكل احترام اوه اوكي كيكي راح تطعمه لمارفل للموعد ومارفل ولا على باله بال مارفل ماسك السياره مارفل لوك عندك موعد يا بابي يلا ميرا جايه يلا 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 برافو يلا يلا غير جيبك يلا يقبلني جمالك يا ماما جميل توني الشاب انا مش حس انه تسرعنا تسرعنا بشو لحظة لحظة بليز قولي تسرعنا بشو انه بالموعد تورم شو عم يخطب الصبي عم ناخذ بورصة شو عم نخطبها للبنت صبي عنده موعد بيتعرفوا على بعضهم يا بقى ليش ما هديش محمد صبي عنده موعد يا حياتي بيقعدوا بعدين شو بعدين شو بده يصير بدي اقول لك ما نحن شو بدنا نعمل نحن بنقعدهم بيفكروا حالهم وحدهم بس نحن بنراقبهم من بعيد ما رح نتركهم ما رح نراقبهم من بعيد اوكي اذا هيك طمنت هون خلصوا عم بلبسوا الكرافات ما تتخيلوا سوبرز قد ايه كيوت طالع يا الله اوكي بس يخلص كل شيء نفرجيك ثانيه سوبرز اوكي مارفل واقف قدامنا هلا اوكي كيكي رح تبكي جهزوا حالكم لتشوفوه مو ثلاثة اثنين واحد مارفل ليك 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 بابا بس ينفع الحال على المراية تعال تعال رجعر 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 واو شو بابي شو رأيك واو دادي واو مارفل سوبرز هيدا مارفل صار جاهز اوكي ونحن نازلين هلا على الموعد تنفرجيكم كمان وين رح يصير الموعد لانه الموعد رح يصير بمحل كتير 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 سبيشل هو السوبرز سوبر انا اليوم نوم عندي هادي موعد ميان مع ما ميرا بيا بحبكم حبوه طيب سوبرز قلت لكم انه الموعد رح يتم بمكان كتير كتير سبيشل مارفل مارفل كيف طالع يا حبيبي وايد فادي سوبرز الموعد رح يصير بالخيمه هون ورح نعمل فيها القعده سوبرز جوا شوفوا اول موعد غرامه لمارفل ليك 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 شو يا مارفل شو يا بابا دخلي لجوا كيك ليك ليك بديتو فوتي فوتي روح برافو بابا برافو دادي رأيك بالشوز الأورنج قدي فانكي مع البدل مش معقول قدي ستايلش مش معقول شو ستايلش مش معقول شو ستايلش سوبرز نحن منتظرين بقلب الخيمة انه ميرا تدخل علينا لانه ميرا وصلت لعنا وداخل علينا ميرا شلون اللوك اليوم يا حياتي انا يا
يقتلك هاللوك لابسه احمر يا عمي شو هاللوك الحلو هيدا شو رايك بهالعريس واو شو هذا عريس بنتي قد ايه كيوت قد ايه لكن ما بنعرف هيدا ما وعد بيتعرفوا على بعضهم ما بدنا نستبق الامور لا هو مستعجل ليك هو مستعجل ليك هو بيعمل لها حركات بنتي ثقيله طبعا ما بتطلع بالشباب طبعا طبعا ما نحن هيك بدنا نحن مش هيك بدنا اياها هيك بدنا اياها هيك بنت بيت طبعا 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 يي خوي شو بهيك انه كيف عم نحكي عن عروسته ايه هو بعيد هو بعيد ما علي يا حبيبي حقك علينا خلص هاي فايف اوكي خلص احنا عاملين عرس وهو لابس ايه طيب اوكي هلا العائلتين اجتمعوا هلا بدنا نعمل قعده كيكي بدنا نعمل سيت اب بدنا طاوله أوكي. وكريستين أوكي. ونأمن لهم العشاء أيوة. وورد أحمر وهيدا فادي وكيكي أمنوا الطاولة هيك شو صغيرة الطاولة كيوت وهيدا شهد أمنت كريستين كراسي البيبيز كمان كراسي صغار أوكي عظيم شي حط عم نحطه هون مصغر ميني ميني وهيدا فادي أمن كمان الورد لخيو لك كيف عم بوزعون أوه فادي عم بوزعون بشكل إخراجي برافو بابا أنا عندي شمع كمان ما بنولع بنحطها ديكور ما فينا نولع اكيد اكيد اوكي يلا يلا كيكي كلنا عم نركض نجهز له للموعد ليك هو شو عم يعمل شو خربت شو يا مارفل خربت معك على الطريق شو حميت السياره انت وجايه يا الله عليك يا مارفل بابا بابا رح تشوي البدله يا بابي رح تشوي البدله تعالوا كل شيء صار جاهز اوكي بعد في شغله واحده كتير كتير مهمه بموعد يعني ناقصة شو هي؟ الأكل منيو علي منيو عندك؟ أنا عندي رح تغيرت المنيو الصبح عم بشتغل يا حياتي أمنين لطاولة العشاء يلا تنقلن يقعدوا يلا مساء الخير مساء النور حبيبي حاجز طاولة تفضل حبيبي تفضل ما عندنا غيرها بالمحل أصلا ما عندنا غيرها أصلا تفضل تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا مدام المكان إيه فضينا لكم المكان كله برايفت لكم مطعم برايفت يلا تفضلوا استاذ امول معروف ما بنوقف على الكرسي امول معروف تفضل اقعد ميرسي حبيبي هذا مطعم محترم ما بنوقف على الكرسي لا ما تزعل وتفل استاذ استاذ فل من المطعم استاذ يلا كيكي تفضل مسيو وهيدا كمان هيدا كتير طيب شغل دايين كوكيز على شكل حيوانات كمان لحظة في شي مين بابا حبيبي ما منبل بابا ما منبلش ناكل قبل البنت بابا اول شي البنت بتاكل مارفل مارفل بابا حبيبي حبيبي انت لحظة بابي ما منأكل قبل البنت ولا ماشي بده يبهدلني بابا ميرا شو يا حبيبي صحتين متضايقة من تصرفات كيف بتخلوا مارفل لحظة ايه من عند ايه ياخد بسكويت يو لا لا كتير مش لازم يظهر بموعد مارفل تفضل حبيبي اقعد اقعد بابا اقعد حبيبي خلونا نترككم شوي لوحدهم هلا يلا تفضلوا يلا تفضلوا لجوا خلوني يقعدوا شوي مع نفسهم يلا خجولين مارفل مارفل عم يطلع فينا رجعوا لورا بعض رجعوا بعض لورا مارفل بعضه شايفنا واو كيكي ليكي ملا مشهد ليك بقى جمالو يا حياتي انا ميرا عم جارب تاخد البيبرون يلا مارفل إلا هاي كيفك يلا بال افك ميرا بال افك ميرا إلا هاي ميرا هي فتحت الحديث البنات دايما بيحبوا هن يحكوا كتير بيشرب بلعب نووي عم يشرب بلعب ويردها يا حياتي انا هي عم تاكل بسكت يا حياتي مش معقول شو حلو عم يزقق ماجي يلا مارفل احكي مع ميرا بابا هلا 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 هاي ميرا
كيف قاعدين بعضهم ليه؟ يه مارفل ايم لوين يا مارفل؟ يا حياتي انا بدي اضحك ميرا. شو يا مارفل؟ يا حبيبي انا. شو يا ميرا؟ ميرا عم بتغني له لمارفل. شو بك؟ سوبرز هيدا كانت تجربة حلوة هيك عملناها مع الأولاد صراحة. هن كتير بيحبوا بعض مثل الإخوة. هيدي ميرا حبيبتنا. حبينا بس نشوف شو رح يتصرفوا مع البيبرونات قدي رح نضحك. إن شاء الله تكونوا ضحكتوا معنا. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا باللي عملناه. فإذا حبيتوا الفيديو سوبرز اعملوا كتير لايكات على الفيديو. ما تنسوا كمان تشتركوا بقناتنا. تشتركوا بقناة سيامان وشاهد كمان. وشوفوا فيديوهاتنا الباقية على القناة. بنحبكم كتير. باوزات كتير. باي.